هذا انضم الينا ومعه المزيد من المتابعه من العاصمه الاردنيه عمان سامر خير احمد الخبير بالشؤون الاسيويه. بعد تحيه سيدي، نبدا معك مما قاله وزير الدفاع النيوزيلندي فيما يبدو ان العالم يتغير الان حقيقه تخوفا من امتلاك دول كبرى كروسيا مثلا لاسلحه نوويه، وخاصه عندما قامت روسيا بوضع هذه الاسلحه في بيلاروسيا. اذا وزير الدفاع النيوزيلندي يتحدث على ان جيش بلاده سيحتاج الى استثمارات كبيرة للغاية فيما يبدو، لأنه سوف يواجه تحديات وأيضا يواجه توقعات أكبر من شراكة مع حلفاء إقليميين. فكيف تبدو الأمور في المنطقة وخاصة المنطقة الآسيوية سيد سامر؟ نحن في مرحلة يعاد فيها صياغة الوضع السياسي والعسكري خصوصا في هذه المنطقة من العالم، مع الصراع الآخذ بالتزايد بين الولايات المتحدة والصين على كافة الصعد بما فيها الصعيد العسكري. نتذكر أن الولايات المتحدة بدأت بإعادة نشر قواتها في هذه المنطقة وإقامة تحالفات عسكرية مع شركائها الذين يتخذون موقفا حذرا تجاه الصين. بدأ ذلك في إحياء تفاهمات كواد العام الماضي، ووصل مؤخرا إلى إنشاء قواعد عسكرية أمريكية جديدة بالفلبين. الولايات المتحدة نشرت قواتها على سواحل أستراليا، وبالتأكيد هي تريد أن تضم نيوزيلندا إلى هذا التحالف الذي ينفذ ما يشبه الكماشة على القوات البحرية الصينية في بحر الصين الجنوبي. كل هذا الصراع الذي يجري في العالم اليوم هدفه الضغط على الصين طبعا من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، وفي المقابل تريد الصين أن تتصدى بطريقة أو بأخرى لكل هذا، كل هذه الترتيبات التي تجري في محيطها. يعني هل هنا هو ما يدفع الصين في هذه الفترة بالذات بعيدا عن ناحية التجارية المعروف بها أن تتجه أكثر إلى الشراكة مع روسيا، وخاصة في الزيارة الأخيرة للرئيس الصيني إلى روسيا والحديث حول أن هناك علاقات استراتيجية قوية سوف تتم بين الجانبين في الفترة المقبلة؟ هو من حيث المبدأ هذا الخطاب الدبلوماسي الذي تقدمه الصين تجاه روسيا أو تقوله روسيا في شأن هذه الشراكة ليس بالحقيقة أن يعكس الأمر الواقع الحقيقي. مثلا التصريحات التي قالتها رئيسة المفوضية الأوروبية يوم أمس، رغم أنها بدت كأنها تقدم خطاب حاد تجاه الصين، لكنها قالت ضمن كلامها أن الرئيس الصيني شي جين بين يريد أن يستغل ضعف الرئيس فلاديمير بوتين ويريد أن يستفيد اقتصاديا من الأحوال في روسيا حاليا. لذلك في الحقيقة هو ما يجري بين الصين وروسيا ليس تحالفا بالمعنى الحقيقي بقدر ما هو استغلال كل واحد من الطرفين للطرف الآخر، لظروف الطرف الآخر. روسيا تريد أن تستند على الصين في هذه الأوضاع الحرجة والصعبة، والصين تريد أن تستفيد من هذه الظروف من أجل أهدافها الاقتصادية التي هي في الحقيقة محور كل النشاط الدبلوماسي الصيني. كل القضية الأساسية بالنسبة للصين هي أن تواصل نموها الاقتصادي حتى تصبح القوة الاقتصادية الأولى في العالم. هذا هو جوهر الموضوع. أما الطريقة الصينية في الرد على هذا التحدي الأمريكي هو ليس بالضرورة إقامة تحالف مضاد من خلال الشراكة مع روسيا أو حتى مع كوريا الشمالية أو حتى مع إيران. الصين يعني منذ المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر الماضي هي تتحدث بشكل متواصل عن أنها ترفض تماما سياسة الأحلاف والتكتلات الدولية ولا تريد إعادة إحياء الحرب الباردة. لذلك في الحقيقة الصين يعني بعيدا عن هذا الخطاب الغربي التقليدي تجاه النوايا الصينية، في الحقيقة الصين تريد أن تستغل كل الأطراف، تريد أن تقيم علاقات اقتصادية وتجارية مع الاتحاد الأوروبي، تريد أيضا أن تستغل هذه الظروف في روسيا، وتريد أن تستفيد من الأوضاع العالمية المختلفة بما في ذلك الاستمرار في مبادرة الطريق والحزام من أجل أهدافها الاقتصادية بالدرجة الأولى. وطبعا أيضا تظهر في الصورة أنها تقوم بمباحثات سلام أو مفاوضات ما بين الجانب الروسي والأوكراني. أشكرك على هذه التفاصيل الواضحة من عمان، كنت معنا عبر سكايب السيد سامر خير أحمد الخبير في الشؤون الآسيوية. شكرا لك سيدي.